اي الله اكبر عم حسني، الله اكبر الله اكبر. هتقول لي راح بايه؟ هات سعال، هات هات جاي معاك اهو، جاي معاك اهو، اي هات هات. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. أرموت والله العظيم، والله زي ما انا قلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، احلى 100 مسا عليكم. بصوا يا شباب، انا عايز نقول لكم ان الصيد مش سهل، وان انت بتجرب مرة واثنين وثلاثة، بالذات الصيادين القديمة بيبقوا عندهم عند كده ان هو ايه يثبت على مكان. لو انتوا شايفين كده الدور ده، بعد اذنك عم هاني صور الدور ده كده. ماشي معايا. الدور ده يا جماعة طبعا احنا فتحناه وعلفناه ورايحين جايين عليه، ولسه برضو الحمد لله يعني ايه ما خدناش خير، واحنا طبعا جايين قاصدين بولت كبير فما خدناش خير. النهاردة بقى ايقنا ان المية ديت هي واكلة قرموط كويس خالص، القراميط اللي فيها اكتر من البولتي، عشان كده البولتي احنا مش عارفين ناخدوه، من رغم ان بشهادة الناس اللي هي بتصطاد بالشبك وبالجوابي ان المية فيها سمك بولتي كبير. النهاردة خدنا قرموط والحمد لله ضيعناه كده على الشط. حبيت طبعا نقدم لكم ضيوفي، عشان الناس دي عزيزة عليا وعايز يسيب لهم ذكرى على ايه، على منوعات رحالة. طبعا معايا اخويا الكبير وجاري يا عم حسني الفرسكولي. الله يكرمك ابو يحيى، احلى متمس عليك يا حاج حسني. معايا الصديق عمري هاني الشامي. طبعا هاني يعتبر هو اللي جايبنا المكان ده، احنا بنجرب مع بعض، بنيجي نقضي مع بعض وقت كويس، بس لسه ما شفناش ايه خير الميه ان شاء الله خير. نروح بقى للقرموط والله كريم. احنا طبعا يا جماعه ايه هنريحه خالص من المكان ده دلوقتي، يعني ممكن ننزل له شهر 7 كده نيجي نمسحهم. عم حسني طبعا قال لي ايه، ايوه الدور ده عايز يتمسح. ايه يا عم حسني انت شايف ايه؟ الدور ده عايز يتمسح الاول، بعد كده نعلفوه تاني، بعد كده هياخد الشغل يا مسهل. يا مسهل الحال يا رب. طبعا احنا هوايتنا يا جماعه ان احنا نشغل المكان وان احنا ندوره، فربنا كريم ان شاء الله يا جماعه. يلا بقى نروح للقرموط نشوفوه. ده يا جماعه قرموط كبير داخل على الغله واكل غله وعلى فله كمان، لان انا قلت نجرب فله ممكن السمكه تاكل على العايم، فده دخل على الغله واكل غله. الدور لما بنعلفوه القراميط بتهيك فيه، المكان فيه بولت كبير بس فيه قراميط اكتر. وعلى فكره قرموط الميه دي نضيف جامد يا جماعه، يعني الناس اللي هي بتحب تاكل قراميط وعايزه تصطاد قراميط انا بندعيها على المكان ده. ماشي يا جماعه، بس المكان ده فيه شجر فاكهه وكلام من ده، اللي هيروح عن طريق الفيديو ده حذار ان هو يمد ايده على اي حاجه، اي شجره اي حاجه في المكان، حتى لو بيقول مثلا ان هو هياكلها، لان ممكن تحصل مشكلة جامدة ونكون انا السبب فيها. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، يا ريت تدعمونا بلايك لو عجبكم الفيديو. معلش بقى وعم حسني اللي كان بيصور فايده اتهزت كتير. المهم ان احنا قدرنا نصور لكم حاجة ونطلع ونبقوا مستمرين عندكم. احلى تحية لكم من اخوكم سامح الخوالقة، وتمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة. ويحيى ويحيى يا ابنك، السلام ده كله. بالسلام بالسلام، مفيش نصيب. نخيم تاني ولا ايه؟ مفيش نصيب، انا كنت هنمسك منك الاريا. ما هو احمد ساب لنا الفاكهه في البتاع. يلا ماشي مفيش مشكله خلاص. يا رب.